قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، أي ألا أخبركم، ألا أنبئكم، وألا أداة استفتاح وتشويق، ألا أداة استفتاح وتشويق، يستفتح بها الكلام ويشوق بها المستمع، يشوقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ما من إنسان إلا وله خطايا، عصم الله الأنبياء والرسل، أما غير الأنبياء والرسل فيقعون في الخطايا والمخالفات والمعاصي. ولذلك من رحمة الله أن فتح باب التوبة وجعل الأسباب التي بها تغفر وتمحى وتكفر الخطايا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، درجات العبد عند الله تعالى؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ أي إتمام وإكمال، ومنه قول الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتمها وأكملها. وقال تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. داود عليه السلام قال له الله تعالى: أن اعمل سابغات، سابغات أي الدروع الكاملة التي تقي المقاتل السهام والسيف إلى آخره. إسباغ الوضوء على المكاره، في وقت وفي حال الإنسان بكره يمس الموية، يمس الموية زي ما البرد الشديد، ما نكون في برد في سقط وشتاء شديد، الزول بكره يبشى الموت، هيقوم صلاة الصبح يتوضا، يرجف يتوضا. إسباغ الوضوء على المكاره، ده قال لك تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. وكثرة الخطى إلى المساجد، تجي الجامع تصلي في الجامع، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، صليت الظهر بعد تستعد للعصر، صليت المغرب تستعد للعشاء. في ناس كمان بيقعدوا في الجامع يقروا قرآن، واحدين تلقاه في يعني اجتهد في النوافل في أعمال البر، وهكذا ينتظر الصلاة. فذلكم الرباط، المرابط هو الذي يحمي الثغور ويحمي حدود البلد، يحمي المسلمين. قال لك ده من المرابطة، إنه تتوضأ تكمل الوضوء، تسبغ الوضوء وتكثر الخطى إلى المساجد وتنتظر الصلاة بعد الصلاة، دي قال لك من المرابطة. زي ما الشيطان، زي ما الفارس، إنسان الفارس المقاتل يحمي حدود بلده، فأنت بهذه الأمور تحمى من الشيطان أن يدخل عليك. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، رواه مسلم. السادس عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم واتفقا على صحته. قال النووي: البردان الصبح والعصر، اللي بيحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر في جماعة ده قال لك بيدخل الجنة، ده بيدخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة، شوف الفضل العظيم ده، عشان كذا حافظ على الصلاة في المسجد وما تمل ولا الشيطان يثبطك. تعال الجامع طوال حافظ على الصلاة، ما تبقى من أهل الغفلة.
السابع عشر عنه، أي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، كتب له من الأجر والأعمال مثل ما كان يعمل في حال الصحة وفي حال الإقامة. ما أنت مثلا كل يوم بتقرأ 3 أجزاء من القرآن، كل يوم بتقرأ 3 أجزاء من القرآن، كل 10 يوم بتختم المصحف، ده خير كبير. في ناس بيزيدوا كمان. قمت سافرت اليوم، السافرت فيها تعبت وانشغلت بالسفر، ما قريت القرآن، 3 أجزاء دي ما قريت، قال لك بيكتبوا لك الأجر بتاع 3 أجزاء لأنك أنت محافظ على العمل الصالح. ولو جاك مرض رقدت 10 يوم، 10 يوم ما قريت، بيكتبوا لك الأجر بتاع القراية لأنك أنت كنت محافظ على القراية، منعك منها مانع، وهذا من فضل الله ومن رحمة الله. كنت بتمشي الجامع وجاء مرض منعك من إتيان المسجد، حال بينك وبين هذه العبادة العظيمة، اكتبوا لك الأجر بتاع إتيان المسجد والصلاة في جماعة وكذا. شوف الخير. الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه، قال لك عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. كل وجميع، كل وجميع من ألفاظ العموم دي بتعمم، كل ومعروف جاءت نكرة بعد هذه اللفظة، لفظة كل، ومعروف مفرد، والمفرد المضاف، مضاف مضاف ومضاف، عفوا، كل معروف صدقة هي مضاف إليه مش مضاف. قال: كل معروف صدقة. ما المقصود بالمعروف؟ المعروف ما عرفه الشرع، ما عرفه الشرع، وهو في عمومه الذي لم ينكره الشرع ولم ينكره العقل، عرفه الشرع ووافق العقل. ولكن هنا المعروف أدق، وهو الطاعة، الطاعة والخير. كل معروف صدقة. سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، الله أكبر صدقة، تعدل بين 2 صدقة، تعين الرجل في دابته فترفعه عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، وهكذا صدقات صدقات. التاسع عشر عنه، أي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو الحديث عجيب كيف، ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. قال النووي رواه مسلم، وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له لمسلم: لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا
فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. يعني أو ورويناه. قال قوله يرزقه أن ينقصه، ينقصه ده يوريك إن أول شيء دين الإسلام ده دين بتاع عمل، ما دين بتاع كسل. رسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الكسل، ده دين بتاع عمل ودين بتاع إنتاج ودين بتاع خير ودين بتاع إحسان. ده دين الإسلام ودين شامل كامل يحيط بكل ما ينفع الإنسان في دنياه وفي آخرته. ده دين الإسلام ده شرعه الله تعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال لك ما من مسلم يغرس غرسا، زرعت لك زراعة سواء كانت من الخضروات اللي هو خضار جرجير، زرعت لك حاجة بتاعت خضار يعني عجور خيار، زرعت لك حاجة زي دي، زرعت لك حاجة بتاعت خضار أو فواكه، تك تفاح مانجا غيره كذا إلى آخره، أي زراعة. قال له إلا كان ما أكل منه له صدقة. الأكل اللي بيأكلوه من الزراعة دي صدقة لك أنت، سواء أكلها هذه الزراعة أكل منها إنسان أو حيوان أو طائر بعلمك أو بغير علمك، أنت عندك فيها أجر. وما سرق منه له صدقة. عندك جنينة لما فيها ناس شفاتة مشهور تلبوا سرقوا منها، دي صدقات لك أنت ما تتضايق. ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. ولا يرزقه يعني ولا ينقصه. الزرع ده يزول ينقصه ولا يعتدي عليه ولا يشيل منه ولا أي مخلوق يشيل منه، دي كلها صدقات لك. شوف الخير ده كيف. العشرون، الحديث العشرون، طبعا الحديث السابق ده فيه رد على العلمانيين، يقول لك الإسلام ما ينفع، أنسى سكارة ساي سكرجية وما قادر يقوم، كان جاته قروج يمشي يشرب بها، سكرجي سكرجي العلماني سكرجي. ممكن يكون في علماني ما بسكر يقول لك اوه انا ما بسكر، تنك يا رساي الزعبة بتاع انك الكبار بسكروا سكرجي يا زاي. اطال ما دار اقف معاهم كثير لانه عندنا حديث وردمناهم الله يتقبل باسمائهم. ده ما عندهم اي انتاج لا في الدنيا لا في امر الدين. اطال زاي تمسكنا البلد لا ظلت بيصلحوه، لا بيفتتحوا مستشفى، لا بيعملوا لهم مدرسة، لا مستوصف، لا عمل خيري، لا كذا لا كذا لا كذا، لا بينموا البلد بالفخوة. بيبلعوا كم 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 حالكم فاتح ساي، بيبلعوا بس بيبلعوا السم اللي قطع مصارينهم. ها قال لك العشرون عنه، لما يقول لك عنه يعني عن الصحابي السابق الذي روى هذا روى الحديث السابق، قبليه الراوي هو جابر رضي الله عنه. قال أراد بنو سلمة، سلمة بفتح اللام بفتح السين وكسر اللام مش سلمة، لما ذاك براو وده براو. أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، هم ساكنين بعيد من المسجد، قالوا نجي قريب، وبيجوا يتكلموا قالوا نبيع بيوتنا البعيدة دي
ونشتري بيوت قريبة من المسجد، أو نخلي ذيك المهم نجي نسكن قريب، نشوف لنا أراضي جنب المسجد ولا بيوت جنب المسجد نشتريها. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، بني سلمة، جاءت منصوبة بالياء، يعني يا بني سلمة، يا بني سلمة، بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم جاءت منصوبة التقدير، إلزموا دياركم، إلزموا دياركم، واسكنوا دياركم، لا تغادروها إلى غيرها، لا تنتقلوا عنها إلى غيرها. بني سلمة دياركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، رواه مسلم. وفي رواية قال لهم: إن بكل خطوة درجة، رواه مسلم. ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وبنو سلمة قال النووي بكسر اللام: قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم، يعني قال لهم: إلزموا بيوتكم البعيدة عن المسجد، وحافظوا على الصلاة في المسجد، تكتب آثاركم أي خطاكم التي تخطونها إلى المسجد، خليكم في بيوتكم البعيدة. وبرضو أحرصوا على صلاة الجماعة والخطوات اللي بتجوا دي من البيوت للجامع، ولو احتسبتوا الرجعة برضو بتكتب لكم الرجعة، ذاتها بتكتب كما في الحديث الذي مر بنا في باب الإخلاص. ده يوريك فضل الصلاة في المسجد، ده يوريك فضل الصلاة في المسجد. واحدين ما بصلوا في الجامع، عاملين فيها أولياء، قالوا نحن عم نصلي في جوامعكم دي، وقالوا: يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة. وانت ما قاعد تصلي، مستقبل ساي كذا نمشي قدام، وهم لكن كذا نمشي. قال الحادي والعشرون عن أبي المنذر أبي ابن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل، يلا ده الحديث ذاته، ده الحديث ذاته وريك انه المشي للجامع فيها اجر، والرجع للبيت برضه الخطوات فيها اجر. المشي ما المشي بس للجامع، ما اتيان المسجد فقط، اتيان المسجد والرجوع من المسجد الى البيت ايضا فيه اجر. اذا احتسب الانسان يحتسب، يعني رجا رحمة الله تعالى ورجا الثواب من الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي المنذر أبي ابن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. قال النووي: الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. أبي بن كعب رضي الله عنه في الحديث ده قال لك في واحد، قال لك أنا ما بعلم زول بيته أبعد
من الزول لا من المسجد، بيته بعيد أبعد زول في المدينة من المسجد، فلا في الطرف هناك. بعدين قال أنا قلت له لو اشتريت حمارا، وقال الزول لا تخطئه صلاة، ما فوت صلاة في الجامع، ما في صلاة تفوته في الجامع، بيجي بدري بيجي بصلي في الجامع. سعيد ابن المسيب أو ابن المسيب سعيد رحمه الله تعالى من الفقهاء السبعة قال ما فاتتني صلاة الجماعة 40 سنة، 40 سنة ما في يوم فاتتني صلاة جماعة، ما فاتتني صلاة الجماعة 40 سنة وما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد ولا رأيت كتف رجل أمامي في الصلاة. ما بزول صلي قدامي، أنا في الصف الأول ما بشوف كتاف أكتاف الناس، يعني ما بصلي في الثاني ولا في الثالث، في الصف الأول، وما أذن المؤذن إلا أنا في الجامع جوا، وما فاتتني صلاة الجماعة 40 سنة. ده سعيد ابن المسيب ابن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عن أبيه، أبو صحابي المسيب ابن حزن تنطق بالفتحة المسيب. أقول لك الرجل ده بيته أبعد بيت من المسجد، صحابي ده، وما في صلاة تفوته. قام أبي بن كعب صحابي الثاني رضي الله عنه قال له لو اشتريت حمارا للظلماء والرمضاء، الظلماء الحمار ده بالليل تركبه بدل جاي في الظلم مساي بكرعيك برجليك برجليك، مشتري لك حمار عشان بالليل تجي تركبه في 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 الظلمة، يعني في الظلماء وفي الرمضاء الحر، وطالما ان تكون حارة والجو حار الحمار ده بساعدك تجي بيت جامع. قال الرجل قال له ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، قال له أنا ما بحب مسجدي كمان يكون جنب بيتي، يكون ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما بحب منزلي بيتي يكون جنب المسجد. ليه؟ قال أنا داير اكتب لي الممشى والمرجع، جيتي للجامع ورجعتي منه للبيت. قال إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. الرسول صلى الله عليه وسلم بشره قال له قد جمع الله لك ذلك كله، جيتك للجامع أي خطوة يرفعوك درجة ويحط عنك خطيئة ويدوك حسن بيته بعيد، ورجوعك كمان برضو في وجه الناس قايلين الأجر في المجد في الجية بس للجامع، لا أنا الرجعة برضو للبيت لو احتسبت برضو في أجر، لأنه التقبيل ملكت للصلاة. طيب دي كلها أبواب خير للا ركزوا فيها، شوف الأبواب دي. الحديث 22 قال عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث عجيب كمان، الحديث الجاي ده حديث عجيب كمان ركز فيه. قال 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، رواه البخاري. ده حديث صحيح رواه البخاري. قال 40 خصلة، الخصلة المراد الصفة، الصفة وهنا الفعل، الفعل الصفة والفعل. قال 40 خصلة أي من خصال الخير ومن أعمال البر ومن أبواب الخير ومن أبواب
ومن الأبواب التي ينال بها الإنسان رحمة الله تعالى فيدخل جنة الله. أعلاها أعلى خصلة من الأربعين سهلة، أعلى خصلة منا سهلة لو دارت تدخل الجنة. ها أعلى خصلة شنو؟ أعلاها منيحة العنز. قال النووي: المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. قال لك منيحة العنز يعني لو اديت الغنماية بتاعتك غنمايتك اديتها للجار ولا لزول ما جارك بعيد من الناس، قلت لي الغنماية دي خليها عندك يوم يومين، الغنماية دي بتجيب لبن فيها لبن كويس، الله رازقنا منها لبن، الغنماية دي خليها عندك في البيت في اليومين ديل، أي لبن تحلبه أشربه، شربه أولادك، ما تشيله كله كله، الغنماية دي ما تقول حقتك بقت حقتها، لكن شيلها بس اليومين دي استفيد من اللبن بتاعه وجيبها لي بعد يومين ثلاثة. دي أها منيحة العنز، دي قال لك سبب لدخول الجنة. شوف الخير ده، يعني اديت غنمايتك لزول اشرب لبنها، ده حديث صحيح في صحيح البخاري، الغنمايه دي اديتها لزول بس اشرب لبنها بس ويجيبها لك بعد يوم يومين استفيد من اللبن، ولا اديتها له فريد مره. قال لك انت عندك اجر، واذا احتسبته قال: ما من عامل يعمل بخصله منها رجاء ثوابها، يرجو من الله الثواب وتصديق موعودها، مصدق انه الوعد الذي وعده الله اياها وعده الله اياه ووعده رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه بوحي من الله تعالى، الا ادخله الله بها الباء للسببيه بسببها الجنه. شوف دخول الجنه ده سهل كيف. غرمايا، انا ما الحديث ده بقيف معاك دي غرمايا، مش غرمايا اديتها لزول كله كله، دي كمان لو اديتها له كله كله ده شغل كثير كمان، ده اجر عظيم. في ناس عندهم بهايم مراح بتاع بهايم كميه، تلقاه بيتصدق يدي ده هديه بهيمه كذا الى اخره، ذاك هديه. قال لك مش تديه هديه كامله الغرمايا كلها، بس تديها له يوم يومين يشرب اللبن بتاعه ويرجع عليك، ده سبب لدخول الجنة إذا احتسبت الأجر وصدقت الوعد. شو الخير ده. فالجنة دي أخوي ما دار لا فكي يوصلك لها، هذه عمل خير تخش الفوكا يذل بمربوك من دربة، والله هذه ناس يقول لك اها خرم خلاص خرم دار يمرق يا ذوب، انا دار ادخل، وده الموضوع ذات انت قال في موضوع اهم من ده. شفت درب الفكا يا ديل بمروق من الجنة ومن دريبة، والله الذي لا اله غيره، لانه بيعلقوك بيهم هن تعتر تناديون الحقونا يا شيوخ وافزعونا وفرجوا عننا وسووا لنا وكذا وكذا وكذا. وده قال لك البرعي، قال لك في كربك أنده بتغيثك جنده، في الكرب هو في الكرب بينجيك، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. شو الكلام ده واضح كيف، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها، الله سبحانه وتعالى المنجي، ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، ينجيكم سبحانه وتعالى. إن باردتل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب قربنا ننتهي من الباب،
قال 23 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما للبخاري ومسلم عنه، أي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. في ناس من طواب الضم ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال لك يوم القيامة أي زول بيقف بين يدي الله تعالى وربه يتكلم معه، وهو يتكلم مع ربه، ليس بينه وبين ربه ترجمان، ما في مترجم. إذا تكلم الله معك وعيت الكلام وفهمته ما بتحتاج مترجم، ده رب العزة والجلال بيتكلم معك ويسألك. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال لك تعاين باليمين بتلقى شيء قدمته، العمل اللي قدمته، تعاين بالشمال بتلقى العمل اللي قدمته، تشوف الخير وتشوف الشر، تعاين بين يديك ترى النار تلقاء وجهك، النار جاية عليك. قالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقايا ولو بشق تمرة. حتى لو تصدق مش بتمرة كاملة، شق تمرة، يعني التمرة تقسيمها نصين، تصدق بنص وتاكل نص، ده سبب للنجاة من النار، تتصدق بنصف وتأكل نصفا، دي التمرة واحد. فما بالك لو صدقت بخمسة تمرات، سبعة تمرات، بملوى بتاع التمر، بكيس كبير مخلايا، بشوال بتاع تمر وديته لناس محتاجين، ده قال دي وقاية عظيمة من النار. ما عندك ولو شق تمرة ما في، قول كلمة طيبة تتقي بها نار الله تعالى، تلك النار الموقدة. كل إنسان يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. الرابع والعشرون، ده الحديث قبل الأخير، قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. قال النووي: الأكلة بفتح الهمزة، وهي الغدوة أو العشوة. قال لك رب العزة والجلال بيرضى عنك لو أكلت أكلة بس، من البداية قلت بسم الله بديت تأكل، انتهيت من الأكل حمدت الله سبحانه وتعالى، حمدت الله الحمد. قال لك الله سبحانه وتعالى بيرضى عنك. شوف شوف الخير ده. شربت شربة، من البداية قلت بسم الله، انتهيت من الشراب حمدت الله. قال لك الله بيرضى عنك. الحمد، الحمد من أسباب رضا الله عن العبد. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
رواه مسلم. عشان كده عود نفسك تحمد الله سبحانه وتعالى، ده من أسباب رضا الله. الحديث 25 وهو آخر حديث في الباب، قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة، يصدق. قال رجل من الصحابة: أرأيت إن لم يجد؟ كان مالك شيء يصدق به، يعمل شنو؟ بيسأل في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. كان ما عنده شيء يصدق به يمشي يشتغل، وبعد ذاك يصدق، يشتغل في جزء من المال يدخله في جيبه وجزء يصدق، ده خير له. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ كان ما قدر يشتغل يعمل شنو؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة ذا الحاجة يعني صاحب الحاجة الملهوف، جاي ملهوف عنده حاجة داري يقضوها له، وانت تقوم تعينه عنده بنيان، زول داري يتزوج عزابي بعدين عنده بنيان حيطة، تقوم تمشي تساعده فيه من الصباح، تمشي له تجر المونة وتجيب الطوب، ولو يتبنى تشتغل بنيان، ولو طلبة زايدة زايدة تشتغل زي الأول، وهكذا. عند الزول ملهوف يا أخي، الحاجة ملهوف تعينه، أو دار يسافر توصله تقدمه، وهكذا. عنده حاجة وماشي الدكتور وما عنده حق علاج، فأنت تساعده. تعينه، أو قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. ما عندك الشيء اللي بيدعين به والناس ولا قادر تعين لا بالمال ولا باليد، أها، قال لك يأمر بالمعروف أو الخير. وطبعا دي أعظم وظيفة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده أعظم خير تقدمه للأمة. هسي الأمة الإسلامية ملانة دكاترة، ملانة بتخصصات، طبيب أسنان وطبيب جلدية وطبيب عمومي مشاكل البطن، وطبيب بتاع أذن وأنف وحنجرة، وطبيب بتاع عيون، وطبيب أخصائي جراح، وطبيب طبيب طبيب، أطب كتار في العالم الإسلامي. والعالم الإسلامي والدول الإسلامية والبلاد الإسلامية مليئة بالمهندسين، دار مهندس معماري، دار مهندس ميكانيكي، دار مهندس بتاع النفط، دار مهندس كتار قاعدين، ومليء بالاقتصاديين، بالمحاسبين، بالقروا إدارة، يتخرجوا من الجامعات وعندهم خبرات، مليء 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 بالعتالة، ملان عتالة، ملان نجارين، ملان حدادين، ملان بتاع دكاكين، ملان بتاع خدار. المجتمع ده الوظائف شت، ملان مجتمعات. الشح والقلة في الدعاة إلى الله بحق، بس ديلا شوية شوية ذي، يعني لو دار الفئة الدائرة شوية تلقاها شوية وكذا وكذا، يا الدعاة. واحد تلقاه بيحفظ القرآن ويقرأ كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، كتاب التوحيد، نواقض الإسلام، كتاب مسائل الجاهلية، كتاب العقيدة الواسطية، الحموية، التدمرية، السفارينية، الكتب دي كلها يقرأها، يقرأ 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 يقرأ، تلقاه قراية قراية، والشروحات، ويقرأ عمدة الأحكام في الفقه، بلوغ المرام، ماشي ماشي، تلقاه يقرأ في الكتب، ويقرأ الأحاديث، ويقرأ كتب الحديث، البخاري،
صحيح مسلم، صحيح اقرا كتاب جامع الترمذي، سنن ابي داود، سنن النسائي، الكتب دي اقرا فيها اللغه العربيه الاجروميه، قطر الندى، الفية ابن مالك، تلقاه قرا الكتب، درسها في المصطلح، مصطلح الحديث، اقرا البيقونيه ونخبه الفكر، ويقرا الباعث الحثيث الى علم الحديث، وتلقى علم جد. انت تدي ميكروفون تقول لا تكلم يتخايب لك، ما بجيب التوحيد ليه؟ لا انا داير الناس يحبوه، والتوحيد ده بيزعل الناس منه، لانه بيقرا في القران انه التوحيد ده بيزعل الناس. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، بيتمنوا تتخلى عن الدين بتاعك ولا تجاملهم، تجاملهم انت مش معاهم عشانهم كذا يمشوا معاك. نعم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. تخلي التوحيد ده تمشي تجيب لك شيء ثاني، وإذا لاتخذوك خليلا. الله تعالى يحبوك محبة، هسي زول داير الناس يحبوه بس ما يتكلم في التوحيد. المجتمع بيحبه طوال، يتكلم في الدين لكن غير التوحيد طبعا ما بتفيدهم. بيحبوك اليوم اللي بديت التوحيد، بيفزوا منك، بيقعدوا لك في الجامع خمسة ولا ستة، ديل ياهو ناسك، ديل ناسك الججة، ديل ياهو نجاض، لكن تاني ما بيقدر يقعدوا. التوحيد ده بيتململ، بيجي أقولة جوا، أقولة غيروا على كيفك. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدلوا. الموضوع ده حار علينا، بدلوا. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. داري إنك تغير، تمشي كذي 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 كل يوم يا أخي، ما تنادوا الشيوخ، ما تعلقوا الحجبات، ما تتبركوا بالتراب، ما فكي بيعلم الغيب، ما فكي بيجيب الرائحة، ما فكي بيدي الجنة. توكلوا على الله، اعتمدوا على الله، وحدوا الله، خلوا عقيدتكم في الله صحيحة. لا أنا ما داير ده، وقلت لك ناس بيتعلموا بيمشوا جامعة المدينة ويتخرجوا بيجوا يتخايبوا لنا هنا، تلقاهم مرميين في أحضان أهل الشرك وماشيين وجايين معاهم. الليلة فاطر مع الشيخ الطريقة، وبكرة متغدي مع الشيخ الثاني، وبعد بكرة ويتونسوا معاهم خلاص، بيبيعوا القضية، بيبيعوها، بيرموا الراية، لكن بيلاقيون كلام ده، بيلاقيون. قال لك تأمر بالمعروف، يأمر بالمعروف أو الخير. بلغ التوحيد يا أخ، ما تعال للنتائج، ما تعال للنتائج. جو مقطع بتاع يوتيوب تقعد ترسل وتعاين المشاهدات كم والإعجاب كم والما دارين كم، هو مقطع انت قالوا ده توحيد، هذا ده ذريب جنة واصل في كده دق كده لما تموت، بس توحيد كده لما تموت. قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ده موضوع الرسل، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، كانوا يعبدوا ديل إلها واحدا ونحن له مسلمون. بس يا أبو اشتغل توحيد كده، بلد تعج بالشرك لليلة لليلة. ناس بيخشوا على الشيخ بيقلعوا نعلاتهم برا تعظيما للشيخ، نخش عليه لليلة بعتر. أنا ما عارف مشكلتهم مع الله شنو، الله ده ما بريدوا الناس ديل، والله ما عقيدتهم فيه كعبة شديد. الناس ديل الله ده عندهم معاه مشكلة، أنا بس ما عارف شنو، لأنه لو ما عندهم معاه مشكلة ما ممكن يخلوه يمشوا لغيره.
ليه مشيت لغيره؟ ابن النحوي قال: طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد. الشكوى دي برفع لي الله سبحانه وتعالى. طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت: يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك هموما أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. كل بيشبعني يكفيني ويرويني، ها يروي هذا ذكر. قال: يا خير من مدت إليه يده، يا خير من مدت إليه يده. مد يديك لله سبحانه وتعالى، مش لفلان وفلان 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 تقول تنادي فيهم. حديث في سنن أبي داود حسنه الألباني من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قال لك رب العزة والجلال بيستحي من العبد إنه يرفع عليه يديه ادعوه وهو يرده، بيستحي من العبد. أنت ما تسأله، تخلي الرزاق الكريم الرحمن الرحيم العليم القدير المهيمن السلام الجبار العظيم تخليه تقول يا فركة ويا بقرون ويا بعتلة. بعتلة شنو ده؟ بتاع صيوان ده بعتلة، ويا عويس القلب الغنماية تيس، عويس شيخ ما تام عواسة، عويس القلب الغنماية تيس. قالي بتيس ليه؟ غنماية كان بتجيب لبن خربتها زيتها. قالي بتيس ليه؟ حقار. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وانت بتقدر تقلبها هو الساي. فالناس تبقى على التوحيد. قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ كان ده كله ما قدر عليه. قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ما قدرت تقدم الخير للناس، كف شرك عنهم، دي صدقة لك. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلمين وحال المسلمين جميعا. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الباب، وإذا مد الله في الآجال ووفق غدا إن شاء الله ندخل في الباب الرابع عشر من أبواب الكتاب، وهو باب الاقتصاد في العبادة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.